أحد السلف يا أخوان فسر الاستغفار بكلمة، قال الاستغفار هو الاعتذار. الإنسان إذا غلط عليه وأخطأت عليه تعتذر منه. الله عز وجل كم قصرت في حقوقه، كم قصرت في واجباته، ما آن الأوان أن تعتذر من الله، ما آن الأوان أن تعتذر من الله وتنطرح بين يديه وتقول يا رب اغفر لي، يا رب سامحني، يا رب عدت إليك، يا رب انطرحت بين يديك. فقلها بصوت مرتفع: عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيت، لأنك ربي غفور ودود.